عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا ما خشينا عليك. ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. لا 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 لا، حسبك حسبك. ما أهمك اليوم؟ ساءت أخلاق القوم. أيهم؟ فقد باد في مكة قومان. ليتني أستطيع أن أعيب على أصحاب محمد ما أعيبه على قومنا، فيضربون فيصبرون، يسبون ويشتمون ولا يجيبون إلا بالسلام. ضعيفهم صار قويا، وقويهم صار رحيما. أما نحن فقوينا يعدو على ضعيفنا، وضعيفنا ينكر بقوينا، أو ينافقه ليسلم من شره أو يصيب من خيره. هم يحن بعضهم على بعض، ويحمل غنيهم فقيرهم. فقد استوى أبو بكر وعثمان ومصعب بن عمير وأبو حذيفة بن عتبة مع بلال والصهيب وسالم مولى أبي حذيفة. أما نحن فهذا شريف وهذا وضيع، وحتى الشريف فهو عندهم درجات ومنازل، فكيف يفلح هؤلاء؟ واليوم رأيتهم يضربون ابن أم عبد ضربا مبرحا، وهو الضعيف الذي ليس له عشيرة تحميه، وقد غاداهم يتلو من قرآن محمد. وسمعت تلاوته يا أخي؟ انصرفت عنهم، لا أكون معهم في مثل هذا. ولكنك تضرب كما يضربون. لئن ضربت فإني أضرب من قوم الذين لي عليهم سلطان، ولا أخص الضعيف دون القوي، ولا أعمد إلى من لا عشيرة له فأستخوي عليه. ويح محمد ما أحدث فينا. وذاك محمد، إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. لوددت لو أذهب إليه فأخترطه بالسيف، ثم أمضي إلى بني هاشم فأعطيهم بيدي ليقتلوني به رجل برجل، ثم تعود مكة إلى ما كانت عليه. ما أنت بالذي يفعل هذا يا أخي؟ تصيب دما زكيا بغير نفس؟ لم يرمك بحصات، ولا رفع عليك عصا، ولا قهرك بكلمة. دم رجلين أهون من دماء الجماعة، أجعلها فداء قومي. اطرد هذا من خاطرك يا عمر. والله ما نظرت يوما إلى أني أكبر منك سنا وخدمتك على نفسي، وأنت حقيق بذلك. لست أتملقك، فأنصت إلي الآن فقط. اذكر أني أسن منك ولي عليك حق. إني أعيذك يا عمر، أعيذك أن تستمع لهذه الوساوس فتكون أشقى الناس. ولقد ذكرت أخلاق محمد وأصحابه فصدقت وأنصفت، فأقم على سجيتك فإنها تهديك إلى الصواب. يقارب ثم لا يسدد، إلى متى؟ محمد عند الكعبة يصلي صلاته بين أظهركم، وأبو بكر يقف دونه وأنتم جالسون في ناديكم. ارجعوا ارجعوا راشدين، أتى
أتعتدون على رجل يقول ربي الله؟ وما يلبث بنو هاشم أن يتسامع بعملكم فتكون مذبحة؟ صدقت. مر صاحبك إذن أن يخرج ولا يؤذينا بمشهده. ما كنت لآمره وهو رسول الله يأتينا بأمر السماء فنقول سمعنا وأطعنا. إذن فأنت أولى. ما أفسد أحد أبناءنا وعبيدنا مثل ما أفسدتهم، ولتدعو علينا تين. ما فعل السفهاء بولدي؟ والله إنه لربيع اليتامى والأيامى والمساكين، وما عرف التيم أبر ولا أرحم منه، فكيف يصنعون به هذا؟ كيف؟ لنصنعن بهم أشد مما صنعوا به. تكلم يا ولدي، قل شيئا. أتكلم؟ إني لا أراه يتكلم منذ جاءوا به ونحن في آخر النار. أخشى. ما هو يحرك شفتيه؟ تكلم يا بني، قل. ما فعل رسول الله؟ نحن في شأنك وأنت تسأل عن محمد، ما شأننا به؟ إنما ننتصر لك دون غيرك للدم والرحم. خرجوا، خرجوا عني. ما الخير؟ انظري أن تسقيه أو تطعميه شيئا. ما فعل رسول الله؟ والله ما لي علم بصاحبك. اذهبي إلى أمي جميل بنت الخطاب. لما أفعل؟ إن ابني يا أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وأني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. وأنت على دين محمد؟ فما فعل رسول الله؟ هذه أمك تسمع. فلا شيء عليك منها. رسول الله صالح سالم. وأين هو؟ في دار الأرقم. فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله. اصبر يا أبا بكر حتى يسكن الناس وتهدأ الرجل، ثم نخرج بك ويكون قد سكن عنك بعض ما أنت فيه. أبو بكر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله ليس بي بأس، إلا ما نال الفاسق عتبة من وجهي. وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادعو الله لها
عسى أن يستنقذها من النار. أمه أمه إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أوقد فعلتها يا أبتي، فعلتها وأنت أعقل القوم وأرشدهم. أم غرك أبو جهل الخبيث فأحببت أن تجاريه؟ أمسك لسانك عن أبيك أيها الصابر. لا، أنا أبر بأبي منك. إذا أدعوه إلى الهدى والرشاد وأنت تظرينه على الباطل وما يطعن في مروءته. أبو بكر، أبو بكر يا أبتي، عف الناس لسانا وأحسنهم خلقا وأرقهم فؤادا تنزل عليه بن عليك حتى لم نعد نعرف وجهه، وأنا أسمع أصحابي يقولون ما فعل به الفاسق عتبة. ألا قطع الله ألسنتهم وذهب الله بسمعك إذ تسمعهم يقولون في أبيك ثم لا تلقمهم حجرا؟ هل ذهبت الغيرة من نفسك؟ والله لقد وجدتني أتقلب بين الغيرة على أبي أن يأتي بالفعل القبيح فيستجلب على نفسه القول، وبين الغيرة على أخينا وصاحبنا وسيدنا أبي بكر الصديق أن يناله ما ناله من أبي ظلما وبهتانا. قد أغلظت أيها الصابر. أبا، قد فعلت ما فعلت، لست فخورا به ولا نادما عليه، وقد نصحت لقومي من قبل أن يذروا محمدا وما يدعو إليه، فإن أصابه العرب فقد كفونا إياه، وإن ظهر عليهم فعزه عزنا، ولم يسمعوا نصحي. وإنما أنا رجل من قومي. حتى إن كانوا على ضلالة؟ الضلالة عندي مفارقة الجماعة كما يضل البعير عن قطيعه. وأنت، أنت يا أبا حذيفة، قد ضللت عن نادي أبيك، وكان حقا علي أن أصنع بك ما صنعه غيري بأبنائهم الذين فارقوا دين آبائهم، حبسوهم وجوعوهم وضربوهم. وليتك فعلت. ولكني ظننت بك حتى عجرني القوم وسمعت فيك ما أكره. أبو جهل، خاب قوم اتبعوه. والآن تريد أن تحكم في أبيك؟ الله يحكم بيننا فيما نختصم فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تتكلف لنا هذا ابن الوليد؟ لا أدري، الرحم ربما. لم يمنع الرحم أخانا أبا الحكم من أن يفعل بنا ما ترى. لأني أشفقت عليهما للرحم التي بيننا فقط. داعي الإشفاق؟ فما غيره؟ لا تكون أشفق عليهما من أخيهما. أبو الحكم، ولكنه يطعمهما ويسقيهما. ما يبقي عليهما فقط ويطيل عذابهما. ولما تقحم نفسك بينهم؟ شأنه وشأنهما. كف عني يا خالد، ليس لك علي أمر وأبونا حي. لقد أسأت أيها الوليد، أسأت حيث أردت أن تحسن، فالمعروف في غير أهله غرر، وهذان الرجلان فرق ديننا. لكنهما لم ينفكا من قومنا. ما هكذا يريان نفسيهما؟ إذا سألهما سائل انتسب إلى المسلمين وكفى. يقولان ما يقول أصحاب محمد، لقد أبدلنا الله بأنساب الجاهلية نسب الإسلام. إنهم يتبرؤون من آبائهم وإخوانهم وعشيرتهم الذين يخالفون دينهم، ويقدمون عليهم أمثال صهيب وبلال وسالم. يقولون أولئك إخواتنا من دون الناس. يا أبتي، إنهم لا يتبرؤون من أهلهم وعشيرتهم، إنما يتبرؤون من دينهم وعملهم.
يضعون عصبية الجاهلية ويعلون صلة الرحم. إنك لتقول بقولهم الجاهلية. إنما أنقل عنهم بألفاظهم ومعانيهم. بلى، يعلون صلة الرحم بالحق، ولئن بدأوا بعشائرهم في الدعوة إلى دينهم فلأنهم أولى بالبر. أما حمية الجاهلية وقول الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، نعم تلك في دينهم جهالة. إنما يكون الاجتماع على الحق والعدل. وقد سمعت بعضهم يقول أمرنا الرسول أن ننصر أخانا ظالما أو مظلوما، وأما نصر المظلوم فمعلوم، وأما نصر الظالم فكفه عن الظلم. والآن أجيبوني يا أصحاب العقول، أيهما خير، هذا أم ذاك؟ هذا كله مما سمعت من سلمة وعياش؟ فوالله ما اختلف لسانك عن لسانهم، وأخشى أن تشابه الألسنة وراءه تشابه القلوب. هل أسلمت أيها الوليد؟ ما أسلمت، ولكنني عدلت. أعجبني الرأي والخلق وميزان العدل والفضل. أما الغيب والجنة والنار فما زال في النفس حاجة منها. فاحرص على أن تبقى هذه الحاجة. والآن اذهب إلى أبي الحكم واعتذر منه. أعتذر أني أطعمت أخوي وكنت أشفق عليهما منه؟ لا والله لا أفعل، لا والله لا أفعل. دعه يا خالد، لا تزده عنادا فيزداد جنوحا إلى صاحبيه. أخرجك الساعة إلى هذا المكان وحدك وقد جن الليل. ما خروجك أنت؟ ضاق صدري فأحببت أن أجلوه بالنظر إلى السماء والنجوم. إذا أخرجني الذي أخرجك. مهموم؟ ما أهمك؟ هل يعيش الرجل بقلبين يا عمر، واحد لنفسه والآخر لغيره؟ هل نطيع أباءنا ونعصي أفئدتنا؟ ويلك، أهو الإسلام يراودك؟ إن كان الإسلام هو ما يراود فؤادك فأطعته وجهرت به وتحملت له المغالب، فأنت خصمي الجدير بإعجابي وتعظيمي. أما إن جبنت وأثرت السلامة على غير ما تعتقده فأنت حليفي الجدير باحتقاري له وازدرائي، فلا أدري كيف أنصحك. بلى، قد نصحتني يا ابن الخطاب. أشهدتك الله يا عبد الله، ليس الآن. بما تتسران؟ عبد الله، ما الأمر؟ هل يسرك يا أبتي أن يكون ولدك إمعة ذا وجهين؟ لا واللات والعزة. أيسرك أن يكون جبانا رعديدا يخفي في نفسه غير الذي يبدي؟ لا واللات والعزة. أيهما خير عندك؟ خصم كريم شجاع ذو مروءة، أم تابع دنيء جبان لا مروءة له؟ بل الأول، وخير منهما الحليف الشجاع ذو المروءة. لكن ما دعاك إلى السؤال؟ إذن اعلم يا أبتي أني قد أسلمت واتبعت محمدا وكفرت باللات والعزة. وقد فعلتها يا عبد الله؟ إذن أقتلك. لن تفعل يا أبتي.
لئن فعلت فوالله لن تنال مني درهما واحد. ما عند الله خير وأبقى. أضع قدميك في السلاسل ولا أهلم. لا تحاول يا أبتي، فإنك لن تفلح فتكون عليك منقصة. أخرج، أخرج، أغرب عن وجهي أيها الصابئ. قد تبرأت منك فلست ولدي. أغرب أبا جد. إن كنت تبرأت منه فما تبرأت منه، إنه أخي. وأنت هل غرك وأدخلك في دينه؟ لم تجب. ألا قلت يا أبتي هل دخلت في دينه كما دخل بطوع الإرادة بدلا من قولك هل غرك وأدخلك؟ كأني امعة لا رأي لي. فإن كنت كذلك فأولى أن أطيع أبي. الأولى أن تطيع أباك. أطيعه أو أطيعك فأين نفسي؟ نعم، أين نفسك؟ لم أسلم بعد. كيف قلت؟ ليس بعد. أينا يحلف على المستقبل يا أبتي؟ ومن يدري، لعلك أنت تبدل رأيك يوما وتسلم، فلا تقل اليوم ما تندم عليه غدا. أنا لا أبدل ولو بدلت قريش كلها، ولو لم يكن معي غير جريد النخل لناجست به محمدا وأصحابه وثبت عن ديني وآلهتي. عمت صباحا يا أبا الوليد. عمت صباحا يا عمر. ما يعجلك؟ هل بلغك أن محمدا أذن لمن شاء من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة؟ ماذا يريد بذلك؟ ألا تملين يا امرأة؟ كم مرة قلت لك؟ نعم، حتى تنال حريتك. ولكن ألم أخطر أنا في بالك يا وحشي؟ ماذا عني ها؟ هب أنك لم تنل حريتك إلا بعد 10 سنين، 20 سنة، كيف يكون حالي عندئذ؟ بل هب أنك نلتها بعد سنة، ماذا عني أنا؟ هل سيعتقني سيدي كرامة لك؟ لكل حادث حديث. كل ما أعرفه الآن أن من لا يملك نفسه لا يستطيع أن يمنحها لغيره. أما أنا فتكفيني أنت على أي حال تكون. هنا يا وحشي، هنا مكان لا يملكه إلا حامله، يفعل به ما يشاء، يحب من يشاء ويكره من يشاء وما يشاء. انظر إليك، أليس بهذا القلب تكره عبوديتك؟ هل استأذنت سيدك فيه؟ إن كنت تملك أن تكره بقلبك ما أنت فيه فإنك تملك أن تحب به من تشاء. هذا ما أدركه بلال وأخطأته أنت. لا تذكريه عندي. إن كان كما يقال لم يهن على محمد ما يصيب أصحابه والمستضعفين من البلاء وهو في عافية من منع بني هاشم له، فأذن لمن شاء بهذه الهجرة، فما يحملك أنت عليها وأبوك سيد قومه وقد منعك من الناس؟ البلاء يا أبتي أن أرى أصحابي يعذبون ولا أستطيع أن أدفع عنهم، والبلاء يا أبتي أن نجاوركم ثم ننكركم وتنكرون، فنحن فيكم ولسنا فيكم. والبلاء يا أبتي أن أرى أبي يحترق في النار ولا أملك أن أنقذه منها، ثم إني لا أريد أن أحرجك في قومك
يعيرونك بي أنك تمنعني. لئن عيروني بك مقيما فلربما عيروني برحيلك. كيف ذاك؟ يقولون هذا عتبة بن ربيعة سيد قومه عجز أن يحفظ ولده فتركه يهلك في أرض مضيعة وهوان. بل دار صدق كما وصفها رسول الله، وملك لا يضم عنده أحد. أوقال ذلك في الحبش والنجاشي؟ قاسمنا محمد أبناءنا. نعم، قاسمنا أبناءنا وقسم قلوبنا معهم. نشفق عليهم بنصف ونغاضبهم بنصف. فراقنا فإنه والله أحب إلينا، وكما قيل إلى حيث ألقت رحلها أم خشعم. ولوددت أن لا يبقى منهم أحد في جوارنا فيكفون تعذيبهم أو عارهم ولا يفتنوا من أقام على ديننا. وهل أغيظ لنا من أن نراهم يعفرون وجوههم بالصلاة بين أظهرنا؟ فليرحلوا إلى أرض الحبشة، فواللات لا يذهبون إلا لمهلكهم وهم لا يشعرون. وكيف ذاك يا أبا الحكم؟ إن ملك الحبشة وأهلها على غير دين محمد، وإن لهم كتابا وبيعا وبطاركة، فإن كنا نحن لا نصبر على دين هؤلاء وهم أرحامنا فهل تصبر الحبشة عليهم؟ لا تصبر. ويسرك يا أبا الحكم أن يهلك بنو قومك بيد الغريب البعيد. أما والله لئن وقع هذا لنعيرن بهم حتى آخر الدهر. فلا عار على الرجل يقتله قومه، إنما العار أن يقتله الغريب. وإن فارقوا ديننا؟ وإن كان، نحن أولى بخيرهم أو شرهم. ما سمعناك تتكلم كعادتك. ليس عندي ما أقوله. ما عهدناك هكذا؟ وهل عهدت حالا كهذا الحال؟ أصح ما يقال فينا أننا نعلم ما لا نريد، أما محمد فيبادر ثم يتركنا حائرين نختصم في الرأي. نعرف أننا لا نريد دين محمد، ولكننا نجهل كيف نصنع. زدنا في اضطهاد قومنا فزاد عددهم، وصمد ضعيفهم وخار قوينا. نمنعهم من الهجرة إلى أرض الحبشة، كيف وليس أحب إلينا من فراقهم لا نمنعهم؟ إذن تعطف عليهم العرب وتعيرنا بهم، نرجو أن يهلكوا في أرض الحبشة. إذن يقول الناس فرطوا بأفلاذ أكبادهم وتركوهم يقتلون في دار مضيعة وهوان. نرجو أن يحسن إليهم النجاشي. إذن قالت العرب أفزعوا أبناءهم وأمنهم الغريب، والعمر لأن أمنوا هناك فقد خرجوا بدينهم إلى الأمان، يدعون إليه حتى يعم ذكره العرب وغير العرب. وكان قبل هذا في قريش في هذه القرية بين هذين الأخشبين. واللاتي ما بعثهم محمد إلا لهذا، أصبت يا عمر. فإن أمنوا هناك وزادوا كانوا لدعوته ذخرا محفوظا، وإن ناجزناه هنا أو ناجزه العرب فأصبنا من أصحابه، سلم مهاجرة الحبشة فكانوا له درءا ومضت بهم دعوته. كما يدخر قائد الجيش الحصيفي جزءا من جيشه
يحتاط بهم من خلفه حتى إذا أرهقه العدو من الأمام دعا أولئك وهم في عافية. هو ذاك. أرأيتم الآن كيف ينظر محمد إلى البعيد ويدبر وفاقه، وينظر قومنا إلى ما بين أقدامهم ثم لا يحيرون رأيا. ما أدري ما تقولون، كل هذا في هجرة هؤلاء، وما علمنا أنهم يهاجرون إلا فرارا من الأذى. فوالتي ما زدتم على أن عظمتم رأي محمد وصغرتم رأي آبائكم. نصف النصح أن تعرف خصمك أحسن مما تعرف نفسك. قد والله تغيرت كثيرا يا بلال. الحمد لله. على رسلك. ما شأنك؟ ما شأنك أنت؟ تنسى أصحابك؟ إنما أصحابي من آمن بالله ورسوله. قد نفعك إيمانك يا بلال. منذ اللحظة التي آمنت بها. ما شعور الحر يا بلال؟ لا يدرك حلاوة الإيمان إلا من ذاقه. ما هذا عنيت؟ ولكنه ما عانيت، شعوري الآن، شعوري ساعة أسلمت. إنه يبدأ هنا يا وحشي ثم ينتهي إلى الجوارح. إنه شيء تختاره بنفسك، تصنعه أنت ولا يعطيكه أحد. ما أخرجك الساعة هنا وليس بيدك عمل؟ أدعو إلى الله من ألقى. وصرت تدعو العرب إلى دينك؟ ألا تكتفي بالسلامة منهم وقد صرت حرة؟ وكيف أحمد الله على ما هداني وأحسن إليه لم أطلب لغيري ما صرت إليه من الخير. بلال، هذه الهجرة إلى الحبشة، أرض أجدادي وأجدادك. هل لست مهاجرا إليها؟ ويحك، يهاجر العرب وأنت الحبشي تمكث هنا. لا، لا أحسبك تفهم يوما. إن قومي هنا، هنا يا وحشي. قد جعلني الإسلام واحدا منهم، ديني دينهم ولساني لسانهم، وهمي همهم وغايتي غايتهم. هنا أحيا وهنا أموت، ولأن جاءت الحبشة لتغزو أرض الحرم والعرب والمسلمين لأقاتلنهم مع إخواني قتالا لم يشهدوا مثله. لعله كما قلت، لن أفهم هذا أبدا. قد عزم؟ ولم يفعل ولم أضربه ولم أحبسه؟ ليتني حبسته. وإذا ما كان استطاع الرحيل فليذهب إلى حيث شاء، ما عدا يهمني إن ابتلعه البحر أو تخطفته جوارح السماء. عبد الله، حقا تريد أن تقطع الصحراء على قدميك؟ توعدت مع بعض إخواني عند بئر بني عامر، ويعقبني أحدهم على بعيره. خذ هذا. لا حاجة لي به. لا تكابر. وأنت كيف تعود؟ لست ضعيفا لهذا الحد. ولم تخرج بعد من حمامك؟
كيف تجدون مقامكم في بلادنا؟ وجدناها كما وصفها رسول الله، أرض صدق وملكا لا يضام عنده أحد. أهكذا قال؟ نعم والله. فوالله لا أخيب ظنه، ما ينقص عنكم شيء إلا أذنتموني، وبابي مفتوح لكم جماعة أو فرادى. ما نقص عنا شيء أيها الملك، إلا الشوق إلى مكة أيها الملك. أبعد الذي لقيتم فيها؟ وطن المرء عزيز عليه أيها الملك، ولقد كان أحب إلينا أن يؤمن قومنا أو يذرون وما نحن عليه ونبقى فيهم، فإنما بعث رسول الله بلسانهم، ولا والله ما يحب شيئا أكثر من هداهم وهم يصدون. ذلك شأن الرسل، يغالب أحدهم قومه ويغالبونه، فإن غلبهم فازوا، وإن غلبوه خسروا خسرانا عظيما. ما أحسن ما قلت أيها الملك. ليتنا نستطيع أن نصنع لكم شيئا يهون عليكم حسرة الفراق، ولكن الصبر. معكم ولد عتبة كما علمت. وتعرف عتبة أيها الملك؟ لا زال تجاركم يفدون علينا، فيبيعون ويبتاعون، وقد يدخل علي بعضهم. أعرف أبا سفيان والعاص بن وائل وابنه عمرو بن العاص، ذاك شاب ذكي فطن ذو رأي، وقد أحببته وأنست به، ووددت لو يقيم معي، فما فعل؟ الآن يا أبا عبد شمس، الآن يا معشر قريش، عرفتم خطأ رأيكم في مهاجرة الحبشة، أما والله قد نصحت لكم. لا تشتد علينا يا أبا الوليد، فما ظننا أن يحسن ملك الحبشة وفادتهم، قلنا ما يلبثون أن يرجعوا إلينا وقد ضاقت بهم الأرض. أردتم شيئا ووجدتم غيره، إلى أي جهة تنظرون ترون ما يغيظكم، وأنتم أهل تجارة لا زراعة لكم، ولقد كنتم إذا أسلم الرجل منكم تضيقون عليه بالبيع، تقولون لا نبيعك حتى ترجع عن دينك أو تجوع، والآن يوشك أن ينقلب الأمر عليكم، فكيف بكم إذا أصبحتم وقد فرغت مكة من شطر كبير من أهلها كانوا يشترون منكم؟ ما أحسن هذا، كنتم تضيقون عليهم بالبيع، وما هي حتى يضيقوا عليكم بالشراء. وأشد من ذلك أن لنا في الحبشة تجارة عظيمة، وأخشى ما أخشى أن يميل ملك الحبشة إليهم ويحرضوه علينا، فأين تذهب تجارتنا هناك عندئذ؟ ما قعودنا نتلاوم؟ أفلا نرى رأيا؟ لا أرى لكم إلا أن تخففوا هنا الأذى عن أصحاب محمد، ثم إذا ذهبت تجارتنا هناك في أرض الحبشة طمأنهم بعضنا بكلام يرضيهم منا ويشجعهم على الرجوع.